أرضية ميداننا ميدان المرموم تحفة الميادين. هو شوط خاص بالزمول الأصايل المحليات، وأترك التعليق والحديث والتفسير لهذا الشوط للزميل والأستاذ سالم بن سعيد بن حضيرم النجفي. شكرا للزميل سفاح الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الحبيب الكريم، مشاهدينا الاعزاء، لازلنا نتواصل وياكم مع فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير الذي قاموا على ارضية ميدان المرموم بمدينة دبي، وتابعت ويانا وشاهدت شوط السيف، والسيف ذهب الى الدوحة الى السيد جار الله بن محمد بن عقيل المري الملقب بالبرنس، وشفت ايضا سيف المهجنات ذهب الى حرير الى السيد سالم بن سعيد بن منانه السويدي، وهو شوط الخنجر شوط الزمول المحليات الاصايل لابناء القبائل. وجائزة هذا الشوط سيارة بالاضافة الى الخنجر وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى الجوائز لين الخمس الاوائل، ونتابع وياكم ايها الحفل الكريم مشاهدينا الاعزاء مقدمة هذا الشوط الوسمي، للسيد محمد بن مسلم الشدي المنصوري. وفي المركز الثاني، مشهور للسيد حارب بن خالد بن حميد المهيري. وفي المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث، وناخذ اللي في المركز الثالث الحساس للسيد حمد بن سالم بوشقله المري. وفي المركز الرابع نشوف وناخذ المركز الرابع والخامس، المركز الرابع شاهين للسيد رويضان بن جون بن جويان الدوسري. وفي المركز الخامس نشوف اللي في المركز الخامس، مشهور للسيد مبارك بن هضبان بن فالح الشامسي. هذا اول ندى للمراكز الخمس الاوائل، ولا زلنا وياكم ولا زالت الامور من صالح الوسمي، والوسمي لا زال مسيطر منذ البداية وحتى هذه اللحظات. ها هو الوسمي، للسيد محمد بن مسلم الشدي المنصوري. وفي المركز الثاني نشوف اللي في المركز الثاني، وفي المركز الثاني مشهور للسيد حارب بن خالد بن حميد المهيري، هو الان اللي في المركز الثاني. وفي المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث الحساس للسيد حمد بن سالم بوشقله المري. وفي المركز الرابع، شاهين للسيد رويضان جويان الدوسري. وفي المركز الخامس، مناوشات على المركز الخامس في هذه اللحظات، وأرى الآن لطام، بدأ يلطم المركز الخامس للسيد صالح بن مطر بن ضابط الدوسري. ولطام أيضا إنجازاته قوية، ولا سجل حافل ومشرف إنجازاته كلها المراكز الأولية. على العموم في وترقبوا أيضا ما خلف المراكز الخمسة الأوائل، ونحن تونا في البداية، بداية السباق وبداية الكيلوات. قطعنا 3 كيلومتر وباقي 5 كيلومتر عن خط النهاية بقيادة مشهور، لا زال يبحث عن الشارع. مشهور تشاهدونه على شاشة التلفزيون للسيد حارب بن خالد بن حميد المهيري. وفي المركز الثاني الوسمي، للسيد محمد بن مسلم الشدي المنصوري. وفي المركز الثالث، الحساس، يتحسس من مركز إلى مركز للسيد حمد بن سالم بوشقله المري. وفي المركز الرابع شاهين، في المركز الرابع للسيد رويضان بن جويان الدوسري. وفي المركز الخامس، نشوف اللي في المركز الخامس، لطام للسيد صالح بن مطر
فانضابط الدوسري هو الآن في المركز الخامس. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات، ولا في تغييرات على المراكز الخمسة الأوائل، ما عدا مشهور. مشهور يبحث عن الشهرة ويبحث عن الناموس وعن الفوز وعن الخنجر. يا سلام، وكل يبى الشهرة اليوم، كل يبى الشهرة. ونحن في يوم الختامي، في آخر يوم في الختامي وفي هذا المهرجان. وها هو مشهور للسيد حارب بن خالد بن حميد المهيري، لا زال مسيطر سيطرة كاملة وسيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني الوسمي للسيد محمد بن مسلم الشدي المنصوري، وفي المركز الثالث الحساس، في المركز الثالث للسيد حمد بن سالم بوشقلة المري، وفي المركز الرابع شاهين للسيد رويضان بن جويان الدوسري، وفي المركز الخامس نشوف اللي في المركز الخامس. لطام للسيد صالح بن مطر بن ضابط الدوسري. هذه النتيجة، هذه النتيجة حتى هذه اللحظات. نشوف على العموم، نحن ذعنا المراكز الخمس الأوائل ولا زالت في أسامي لها وزنها ولها ثقلها خلف المراكز الخمس الأوائل، وننتظرها ونترقبها إلى التغييرات وبالأخص إلى المراكز الخمس الأوائل. وأرى أنا بالعين المجردة صوغان بدأ يقترب من الخمس الأوائل. صوغان بدأ يقترب للسيد عبد الله بن محمد الرميثي، وهذا أيضا من أحد المرشحين للفوز في هذا الشوط. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء إلى مقدمة هذا الشوط، إلى مشهور. مشهور للسيد حارب بن خالد بن حميد المهيري، هو الآن لا زال مسيطر حتى هذه اللحظات، وهو الأقرب للخنجر وللفوز. المركز الثاني الحساس، والحساس يتحسس من مركز إلى مركز، وها هو الحساس للسيد حمد بن سالم بوشقلة المري، وفي المركز الثالث لطام. لطام، وقلت لكم أن لطام كفته مليئة بالترشيحات وله إنجازات قوية على أرضية ميدان الشحانية. وها هو لطام ضيف قادم من دولة قطر من ميدان الشحانية للمشاركة في هذا الشوط، شوط الزمول، شوط الزمول وشوط الخنجر. وها هو لطام بدأ يلطم المركز الثاني في هذه اللحظات، وعينه على مقدمة هذا الشوط، وعينه على مشهور. ها هو لطام للسيد صالح بن مطر بن ضابط الدوسري، غير وانتقل إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني مشهور للسيد حارب بن خالد بن حميد المهيري، وها هو صوغان يوم هو في المركز السادس. قلت لكم أن هذا البعير مرشح وكفته مليئة بالترشيحات، واحد المرشحات للفوز بالخنجر. وصل وانتقل إلى المركز الثالث في هذه اللحظات للسيد عبد الله بن محمد بن عبد الله الرميثي، وفي المركز الرابع شاهين للسيد رويضان جويان الدوسري، هو الآن اللي في المركز الرابع. وفي المركز الخامس الحساس، في المركز الخامس للسيد حمد بن سالم بوشقلة المري. هذه النتيجة، هذه النتيجة، وبنبقى عند لطام وعند مقدمة هذا الشوط. وها هو لطام لا زال يلطم المركز الأول، يبى يلطم الخنجر ويهدي الخنجر والفوز للمرة الثانية في هذا اليوم على التوالي إلى أهالي دولة قطر، إلى أهالي ميدان الشحانية. وها هو لطام تشاهدونه على شاشة التلفزيون للسيد صالح بن مطر بن ضابط الدوسري، لا زال مسيطر سيطرة كاملة وسيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط. وأرى مشهور، مشهور لا زال يبحث عن الشهرة، وعينه على لطام، وعينه على الفوز والناموس. ها هو مشهور للسيد حارب بن خالد بن حميد المهيري، وفي المركز الثالث
صوغان في المركز الثالث للسيد عبد الله بن محمد بن عبد الله الرميذي، وفي المركز الرابع شاهين وصل، واول ندى لشاهين للسيد سالم بن سيف المنصوري، وفي المركز الخامس شاهين للسيد رويضان جويان الدوسري. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات، ولطام لا زال يلطم المركز الاول، ونحن نقترب من لوحة الكيلو 1400 متر الاخير الذي يفصل لطام عن الخنجر وعن الفوز وعن الناموس. وها هو لطام تشاهدونه على شاشة التلفزيون، لا زال يرقص على ارضية الميدان وعلى مقدمة هذا الشوط بدون اي اوامر تذكر من مالكه ومدربه والذي يقوم بعنايته عناية تامة. لكن التسلل من مشهور وصوغان، يا سلام صوغان بدأ يتسلل وهل السمحة عينهم ويراقبون صوغان، حاطين الامال على صوغان. وها هو صوغان تشاهدونه على شاشة التلفزيون يتسلل الى مقدمة هذا الشوط. صوغان للسيد عبد الله بن محمد بن عبد الله الرميذي، هو مسيطر وهو الاقرب 800 متر الاخيرة يفصل صوغان عن الفوز وعن الناموس. المركز الثاني مشهور لا زال يبحث عن الشهرة للسيد حارب بن خالد بن حميد المهيري، يا سلام. وصدرت الاوامر صوغان ينطلق ويزيد من سرعته، طلقة الفوز انطلاقة الناموس. وها هو صوغان، وابو سلطان عندما وصل وانتقل الى المركز السادس قال دير بالك على صوغان، وراعي نصيحة ايضا، والجميع كلهم يعرفون صوغان وداء صوغان. وها هو صوغان صاحب السيارات، صاحب الانجازات العديدة، ينتزع الخنجر في سباق هذا الصباح في هذا الختام في ختام المرموم بمدينة دبي، ينتزع الخنجر ويذهب بالخنجر الى اهالي السمحة يستاهلون. وبنقول سلام عليكم يا اهل السمحة، واسعد الله صباحك يا السيد عبد الله بن محمد بن عبد الله الرميذي. وهذا على فكرة انتاج من بوشه امه وابوه ايضا من بوش عبد الله بن محمد بن عبد الله الرميذي، تهانينا ومشكور يا سعيد يا بن عبد الله يا الرميذي. المركز الثاني مشكور للسيد حارب بن خالد بن حميد المهيري. المركز الثالث شاهين للسيد سالم بن سيف المنصوري. المركز الرابع لطام للسيد صالح بن مطر بن ضابط الدوسري. المركز الخامس سراب للسيد عنزان بن محمد النعيمي. الله يا ابو محمد، اول ندى لك في هذا السباق الناموس، وتهانينا للجميع الذي فازوا في المراكز الخمس الاوائل. التوقيت الزمني ساعة وصول صوغان الى خط النهاية، وهو محتل المركز الاول، منتزع الخنجر، منتزع السيارة، منتزع السلامات. هنيالكم يا اهل السمحة، هنيالكم على هذا الاداء الذي قدمه صوغان في هذا المهرجان في الختام السنوي الكبير. ها هو التوقيت الزمني ساعة وصول صوغان الى خط النهاية، قطع مسافة 8 كيلومتر في زمن وقدرة 13 دقيقة 22 ثانية 4 اجزاء من الثانية. تهانينا من الاعماق للسيد عبد الله بن محمد بن عبد الله الرميذي الذي وصل في المركز الثاني مشهور، وقطع مسافة 8 كيلومتر في زمن وغدرة 13 دقيقة 24 ثانية 6 اجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حارب بن خالد بن حميد المهيري الذي وصل في المركز الثالث شاهين، وقطع مسافة 8 كيلومتر في زمن وغدرة 13 دقيقة 32 ثانية 4 اجزاء من الثانية. تهانينا من العماق للسيد سالم بن سيف بن خصواني المنصوري. تهانينا الجميع الذي فازوا في المراكز الخمس الاوائل، والان لنا عودة مع الزميل والاعلامي